شيخ من كرة السلة إلى كرة القدم، وأول مباراة في كرة القدم وانطلاقة مميزة نادي المحرك، شنو انطباعك عن المباراة؟ أولا لا القدم ولا السلة، تبقى المحرك هي المحرك مهما كانت اللعبة، نحضر حق المحرك. والله شوف الفريق متجه إلى يعني مستوى كل يوم كان زين، رايحين على درب الصح، وإن شاء الله إن شاء الله قادرين إن نحقق الدوري. سنين ما الدوري ما رد المحرك، لكن إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله السنة راجع المحرك. الجمهور متعطش البطولات في كرة القدم وفي كرة السلة أيضا، هل ممكن نشوف هذا الموسم الفراجة للمحرك، إن المحرك يعود إلى منصة التتويج في كل الألعاب؟ هذا الهدف بداية الموسم حق كل الألعاب، إن احنا نحقق الدوري. المحرك ما يلعب حق دوري المركز الثاني والمركز الثالث، دائما نبي الأول، دائما إن شاء الله إن شاء الله نقدر. شيخ بسؤال بسيط بس، نعود لدوري ناصر بن حمد، هل تشوف المحرك هو الأحق والأقرب للفوز بالدوري، أو في نادي آخر ممكن ينافس المحرك أو يكون أفضل منه ومرشح بشكل أكبر للفوز بالدوري؟ شوف لا شوف يعني كل الأندية زينة صراحة، لا ما فيها لا دبلوماسية ولا شيء، الكل زين، الفريق الأفضل يفوز بالدوري، وإن شاء الله أنا أشوف المحرك بذي الفريق قادر، المحترفين زينين، المحليين بعد زينين، إن شاء الله يحطون على روحهم. البطولة ما بتيك بسهولة، حط على روحك بتيك البطولة بس. كلمة أخيرة شيخ. والله شوف كثر ما تجدد ناس جديدة وصغيرة في العمر فكر جديد، مثل ما احنا ما سوينا في السلة، الشيخ عبد الرحمن بن ناصر ما قصر غير الفريق، ان شاء الله نقدر احنا مثل ما احنا في السلة نقدر نفرحهم. لازم الكل يتطور، الكل يجدد، مثل ما محركتهم جايين الكل قاعد يجدد، كثر ما تجدد كثر ما الافكار الجديدة تطلع. وهذه اخر الكلام، لان لازم تذكر، لازم تجدد، لازم افكار جديدة، لازم أفكار جديدة.